السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد. وهناخد النهاردة حرف الجيم. يلا بينا نرحب بحرف الجيم. إيه الشكل ده؟ حد يعرف إيه ده؟ برافو عليكم، جزر. ج ز ر جزر. طب وإيه ده؟ زجاج. برافو عليكم، زجاج. ايوه، جمل. جمل. ج م ل جمل. حد يعرف ايه الشكل ده؟ برافو. ثلج. 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 يلا بينا نشوف هنكتب الحروف دي ازاي. ج ز ر. هناخد حرف الجا اللي في كلمة جزر. يلا بينا يا أصدقائي نكتب حرف الجيم. بطلع من فوق كده وامشي كده 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 لحد ما اوصل للسطر، وبعد كده ارجع تاني على السطر كده واحط النقطة تحت. ج تاني تاني، اطلع من فوق كده وانزل شرطة مايلة على السطر، بعد كده ارجع تاني على السطر لحد ما اعدي الجيم لفوق واقول ج ج. زجاج. زجاج. هناخد الجيم اللي في زجاج. يلا نكتب برضو زي ما كتبنا الأولانية، هنطلع من فوق شرطة مايلة كده، وبعد كده نمشي 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 شرطة ونحط النقطة تحت. ج زجاج. تاني نقول كمان، نطلع من فوق وننزل شرطة مايلة كده ونمشي كده 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 ونحط النقطة تحت الجيم. جمل. جمل. هناخد الجيم اللي في جمل برضو، هروح ساحب كده 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 واقوم ماشي كده. جا تاني، اطلع من فوق وانزل شرطة مايلة وامشي على السطر كده واحط نقطة تحت. جا ثلج. ثلج في آخر الكلمة. يلا ناخدها. طبعا في كلمة ثلج هناخد طبعا الشرطة دي اللي مشبوكة في اللام، لازم أبدأ من اليمين للشمال وبعد كده آخد الجيم من فوق كده زي ما اتعلمنا، هو أمشي على السطر سنة وانزل نص دايرة من تحت كده واحط النقطة جواه. تاني تاني، امشي شرطة كده 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 من اليمين للشمال واطلع من فوق شرطة مايلة كده، وبعد كده امشي شرطة تاني صغننة، وبعد كده انزل نص دايرة وشها لتحت، وبعد كده احط النقطة جواه. ده شكل حرف الحاء. يا ترى حرف الحاء بيفكرنا بحرف ايه؟ فعلا بيفكرنا بحرف الجيم. شطار، بس ايه الفرق بينهم؟ شاطر حبيبي، سامع التلميذ بيقول الفرق بينهم النقطة. حرف الجيم كان فيه نقطة، لكن حرف الحاء شايفين مفيهوش نقطة. شاطر.
تعالوا نكتب مع بعض حرف الحاء نشوفه نلونه مع بعض. ده شكل حرف الحاء وهو متلون، وبنبدأ بشرطة مايلة من فوق عاملة زي الحاجب بتاع العين، وبعدين نوصل فيها نص دايرة، اوعى تكملها دايرة، لا نصف دايرة بس، ويبقى ده شكل حرف الحاء. تعالوا نشوف مع بعض كلمات بتبدأ بحرف الحاء. نشوف الصورة اللي قدامنا، صورة ايه؟ حوض، شطار، حا، حوض، حصان، حي، حصان. طب والصورة دي ايه؟ فعلا حفرة، حو، حفرة، حو، حفرة. وهنا أحمد، أحمد، لاحظ معايا حرف الحاء وقفنا عليه عشان عليه سكون. تعالوا نشوف مع بعض شكل حرف الحاء وهو عليه فتحة بينطقه ازاي؟ الحاء فتحة، حا، حا، حوض، حا، حوض، والحاء كسرة نكسر لتحت، حي، حي، حصان، حي، حصان، والحاء ضمة، حو، زي حو، والحاء ضمة، حو، حو، حفرة، حو، حفرة، والحاء سكونة، ما أقولش حا ولا حي ولا حو. شوف كده لما بتتلسع بحاجة سخنة تقول إيه؟ أح، وتقف عليها فعلا. تعالوا نشوف كده، أح، مد، وقفنا على الحاء. تعالوا ناخد مع بعض كلمات تاني فيها حرف الحاء. حمامة، حا، حمامة. حمار، حمار، اوعى واحد يقول حمار، لا اسمه حمار. حمص، حمص. والصورة الأخيرة قدامنا شايفينها دي ايه يا ترى؟ ها فعلا تمساح، تمساح. تعالوا ننطق حرف الحاء مع بعض تاني، حا، حمامة، حا، حمامة، حا كسرة، حي، حمار، حي، حمار، حاء ضمة، حو، حمص، حو. الحاء سكون ما ينفعش أبدأ بيها ولا لازم أقف عليها، أقول أح، أجيب قبلها ألف أو أي حرف وأنطقه وأقف على حرف الحاء، أقول تمساح، يبقى ده حرف الحاء وعليه سكون. تعالوا نشوف مع بعض أشكال حرف الحاء. حرف الحاء له كم شكل يا أصدقائي؟ فعلا له 4 أشكال، الحاء في أول الكلمة ونوصلها للحرف اللي بعدها زي كلمة حوض، حا، حوض، والحاء في وسط الكلمة تتصل بالحرف اللي قبلها والحرف اللي بعدها زي كلمة لحم، والحاء في آخر الكلمة متصلة بالحرف اللي قبلها زي كلمة بلح، والحاء في آخر الكلمة ولا تتصل بحرف قبلها ولا حرف بعدها زي كلمة تمساح. ودلوقتي يا أصدقائي تعالوا مع بعض نتعلم ازاي نكتب حرف الحاء. زي ما كتبنا حرف الجيم نعمل شرطة مايلة من فوق بالشكل دوت لغاية ما نوصل للسطر وكأننا بنرسم حاجب العين، وبعدين نعمل نص دايرة ما نكملهاش ونقف لغاية هنا، يعني تقريبا عند النقطة اللي بدأنا، يعني تقريبا عند النقطة اللي فوق دي، يبقى ده اسمه حرف الايه؟ حرف الحاء. شطار أصدقائي. تعالوا دلوقتي يا أصدقائي ناخد حرف الحاء الممدود. يعني إيه ممدود؟ يعني في حرف مد. طب إيه هي حروف المد؟ حامد، مد بالألف، صحيفة، المد بالياء، لحوم، المد بالواو. يبقى عندي كم حرف للمد يا أصدقائي؟ فعلا 3 حروف مد، المد بالألف، حا، مد بالألف، حا، حامد، المد بالياء، حا كسرة، حي، بعدها مد بالياء، حي، زي كلمة صحيفة، حا ضمة، حو. لما نوصل بقى حرف الواو يبقى مد فيها اديها ضمة طويلة واقول حو، زي كلمة لحوم. تعالوا يا اصدقائي دلوقتي نحل تدريبات مع بعضنا نشوف مين اللي فهم ومين اللي لسه هيفهم. السؤال بيقول صل حرف الحاء بالصورة التي بها حرف الحاء، عاوزين نوصل حرف الحاء بالكلمة اللي موجود فيها حرف حاء. تعالوا ننطق كل كلمة ونشوف. أول صورة قدامنا صورة مقص، نقول مع بعض مقص. يا ترى كلمة مقص نطقنا فيها حاء ولا حي ولا حو؟ ما نطقناش، ما فيهاش حرف الحاء، هنسيبها. نشوف الصورة اللي جاي بعدها، تمساح. لاحظ معايا تمساح،
يبقى وقفنا على الحاء في اخر الكلمه، يبقى فعلا كلمه تمساح فيها حرف الحاء. شطار. والسوره اللي بعدها حمار، حي حي، فعلا حرف الحاء. يا ترى الحاء دي فتحه ولا كسره ولا ضمه؟ حاء كسره، حي حمار. السوره الاخيره جمل، جاه. واحد يقول لي اه ده فيها، لا ده حرف ايه؟ جيم، اللي هو شكل الحاء وجواه نقطه، يبقى كلمه جمل ما فيهاش حرف الحاء. ودلوقتي مع التدريب الثاني يقول لي صل حرف الحاء بالكلمه التي بها حرف الحاء. المره دي بقى هنوصل، بس مش بالصوره، لا بالكلمه. يبقى لازم نكون بنعرف نقرا كويس الكلمات اللي خدناها قبل كده ونراجعها كل يوم مع بعضنا. اول كلمه قدامي حصان، أسد، جمل، لحم. تعالوا نشوف مع بعض كلمة حصان فيها حرف حاء ولا ما فيهاش؟ فعلا فيها، أولها حرف الحاء. أسد فيها حاء، أسد، ما فيهاش حاء، يبقى فعلا نسيبها. كلمة جمال، جمل، جمل فيها حرف حاء؟ أوعى واحد يقول لي دي حاء، لا احنا اتفقنا الحاء ما فيهاش نقطة، لكن دي تحتها نقطة، يبقى حرف الايه؟ شطار، حرف الجيم، يبقى نسيبها. الكلمة الأخيرة لحم فيها حرف الحاء؟ شطار، فعلا فيها حرف الحاء وسط الكلمة. يلا بينا نرحب بحرف الخاء. مين فيكم يا شطار يقدر يجيب لي كلمة فيها حرف الخاء؟ مين يقدر؟ برافو عليكم، خشب. خشب بتبتدي بحرف الخاء. مين يقدر يجيب لي كلمة تانية فيها حرف الخاء؟ أحسنتم، صخر. صخر لو في وسطها حرف الخاء. حرف الخاء لما يبقى فيه سكون أو فوق سكون بيتنطق خ، فنقول كلمة صخر. صخر. مين يقدر يجيب لي كلمة تانية فيها حرف الخاء؟ أيوة أنا سامع حد بيقول لي خبز. خو، خبز، خو، خو، خبز. تعالوا نتعرف على صوتيات حرف الخاء. خ، خي، خو. خ، خي، خو. يلا بينا مع بعض نكتب حرف الخاء وناخد كل كلمة ونشوف الخاء هنكتبها ازاي. هناخد الخاء اللي في كلمة خشب. خ، خ، هبتدي زي ما كنت بكتب الحاء، شرطة مايلة على السطر، وبعد كده أمشي ناحية الشمال وأحط نقطة، وفوق النقطة هحط فتحة علشان تبقى خاء. نقول كمان، نقول كمان، هدوس بسن القلم وامشي خط مايل على ناحية السطر، وارجع تاني من ناحية الشمال واقول حط نقطة فوق، احط نقطة فوق، وبعد كده اعمل الفتحة علشان تبقى خاء، حرف الخاء. صخر، هناخد الخاء اللي في كلمة صخر. صخر الخاء هنا جت في وسط الكلمة. يلا بينا ناخد مع بعض الحرف الخاء اللي في وسط كلمة صخر. يلا نكتب الخاء اللي في كلمة صخر. طبعا زي ما اتعودنا هنبتدي من اليمين للشمال، امشي على السطر، وبعد كده اطلع من فوق كده وانزل على السطر تاني شرطة مايلة، وبعد كده امشي على السطر تاني، وبعد كده احط النقطة، وبعد كده ادوس على علامة السكون. علامة السكون عاملة زي كحكة او دورية صغيرة. نقول كمان، نقول كمان، همشي ناحية من اليمين، همشي على السطر وهطلع من فوق شرطة مايلة كده،
وارجع تاني اكمل بقية السطر بتاعي واحط نقطة واعمل علامة السكون. صخر خ. هناخد الخاء اللي في كلمة خبز، خو خو، هنكتب حرف الخاء وخاء ضمة خو خو. هنزل كده شرطة ميلة على السطر وارجع كأني اكمل بقية السطر واحط النقطة واعمل الضمة عاملة زي واو صغنونة كده، خو خو. نقول كمان، نقول كمان، هبتدي اخد نقطة من فوق السطر وامشي شرطة ميلة كده لحد السطر وارجع امشي تاني على السطر واحط نقطة من فوق، وبعد كده ادوس علامة، اعمل علامة الواو وتبقى خو. وبكده يا اصدقائي انتهي درسنا النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.